ما اسمك؟ اسمي محمد. وأنت؟ اسمي عبد الله. عبد الله. نعم. من أين أنت؟ أنا من مكان بعيد، من جاكرتا. كم عمرك؟ الآن عمري 40 سنة. وأنت؟ كم عمرك؟ 33. 33. ما اسمك عفوا؟ اسمي عبد الله. عبد الله. نعم. أنا عبد الله. هل أنت متزوج؟ الحمد لله أنا متزوج. وأنت هل أنت متزوج أيضا؟ نعم أنا متزوج. متزوج أيضا. نعم. الحمد لله. ما مهنتك؟ أنا مدرس في المدرسة الثانوية. وأنت؟ أنا موظف. 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 موظف في المكتب. إذا كل أيام أنت تعمل في المكتب. نعم. في الأسبوع كم يوما في الأسبوع؟ في الأسبوع خمسة أيام. خمسة أيام. خمسة أيام من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. يوم الجمعة. نعم. ما هوايتك؟ هوايتي القراءة والكتابة أيضا. أنت ما هوايتك؟ الآن هوايتي سباحة. سباحة. نعم. تعرف سباحة؟ سباحة. جيدا. تعرف سباحة جيدا. إن شاء الله. تستطيع. إن شاء الله أستطيع. جميل. وأنا لا أستطيع. لا أستطيع. نعم. لا أحب السباحة. نعم. أحب ولكن أنا لا أستطيع. نعم. كم ساعة تقرأ في اليوم؟ في اليوم أقرأ ساعة واحدة ساعتين تقريبا. وأنت تقرأ كل يوم؟ أقرأ قليلا. ماذا تقرأ؟ أقرأ القرآن. القرآن. نعم. كتب إسلامية؟ كتب إسلامية أحيانا. أحيانا. نعم. هل عندك مكتبة في البيت؟ الحمد لله عندي مكتبة في البيت. كم كتابا في مكتبتك؟ تقريبا الآن أكثر من 500 كتاب. أكثر من 500 كتاب. نعم. تقريبا. نعم. هل تفهم العربية؟ الحمد لله أفهم العربية. وأنت؟ أنا لم أفهم إلا قليلا. قليلا. نعم. قليلا. ولكن تتكلم بالعربية. الآن. الآن فقط. نعم. نعم. لا بأس. في البيت لا. في البيت. مع زوجة مثلا. لا بأس. مع جيران لا. لا. في المكتب فقط. في المكتب فقط. أو ممكن أحيانا. أحيانا. في بيتك. ولكن زوجتي لم أفهم. هي لم تفهم العربية. نعم. لماذا لا تدرسها؟ أنا لم أفهم أيضا. أنت لم تفهم. نعم. هل الكتب في مكتبك باللغة العربية؟ لا ليس كل الكتب، بعضها بالعربية وبعضها باللغة الإندونيسية. كتب مترجمة. نعم. شكرا. عفوا.